النهارده في ايفنت مختص بالمراه، من وجهه نظرك شايفه المراه لحد دلوقتي وصلت لحد فين؟ لا، المراه دلوقتي وصلت وتطورت جدا جدا ونجحت في كل المجالات تقريبا. احنا ثبتنا وجودنا على فكره في كل المجالات اكتر من الراجل. يعني انا متحيزه جدا للست، لانه الست هي الاخت، الست هي الابنه، الست هي الام اللي بتربي اجيال كامله، فبالتالي بتربي جيل ومجتمع كامل صالح. يعني فالام هي كل حاجه طبعا. فلو هنقول ان الست نص المجتمع، انا هقول ان الست كل المجتمع حقيقي. ليه الاذاعه؟ لانه انا بحب الاذاعه قوي، انا شخصيا عاشقه للاذاعه من وانا صغيره، من وانا طفله. يعني بسمع امال فهمي، الاذاعه قديره طبعا، بسمع ابله فضيله، يعني صفاء المهندس، ايناس جوهر، كل الناس دي تحببك في الاذاعه. الاذاعه هي الانجح دلوقتي انا شايفه من وجهه نظري، لانه احنا عندنا زحمه انت عارفه في مصر، يعني قاعدين في العربيات 24 ساعه. فانا شايفه ان الاذاعه دلوقتي انجح واصدق مع الناس، والناس دلوقتي اتجهت للاذاعه اكتر من التلفزيون. وانا شايفه النجوميه في الاذاعه، يعني كتير قوي بيسالوني ليه مختفيه، ليه مخبيه نفسك في المايك ومش قدام الكاميرا. لا، المايك ليه سحره والاذاعه ليها رونقها، يعني مختلف تماما. مايك الاذاعه غير المايك ده الاستوديو ليه جو مختلف تماما. بصي، ليه رونق وسحر خاص جدا، حاجه ثانيه. يعني انا احب الست تهتم بشكلها. يعني احنا مش قدام الكاميرا، بس عايز اقولك ان احنا مذيعين الاذاعه دلوقتي، يعني كلنا تقريبا بنهتم بشكلنا، بنهتم بنفسنا، لانه لازم الست تهتم بشكلها، لازم الست تهتم بانوثتها وتظهر احلى ما عندها وتثبت نفسها في نفس الوقت، يعني تبقى ناجحه في شغلها وكمان انثى حلوه. فده مهم جدا. مش معنى ان انا مثلا ناجحه في شغلي او ان انا ست بيتي بقى اهمل في نفسي، لا، احنا بنعمل كل حاجه واحنا في منتهى الشياكه ومنتهى الانوثه. بالظبط. طيب خلود، تعرض عليك ان انت تمثلي. هو انا مثلت اصلا في البدايه مسلسلين واخدت ادوار كبيره وخدت مساحه كبيره في مسلسلات، بس ده كان صدفه. يعني انا طول الوقت كنت عايزه اذاعه، ولكن الحقيقه ما حبيتش تمثيل خالص. يعني دخلت صدفه وانا بدرس في الجامعه لسه، بس لا يعني الاذاعه حاجه تانيه، لانه متعب قوي. التمثيل عايز حد موهوب جدا، انا شايفه نفسي مش موهوبه في التمثيل، انا موهوبه اكتر ان انا اتكلم في المايك او ان انا احاور او ان انا اكلم الناس، لكن ان انا امثل ما بعرفش.